سلام. اذا جامي سافرت وجامي خرجت للتاير وكان عندك سفر عن قريب وماكش عارف اكزاكتومون واش دير، دونك هاد الفيديو خصيصا ليك، دونك تبع هاد الفيديو ان شاء الله يكون مفيد ليك ومفيد للمبتدئين ولا للناس اللي حابه تعرف واش هي اجراءات السفر. ماكاش لي زاد معلم قعفتنا من هذاك الطريق، كاع كانت عندنا لا بروميير فوا ما كناش عارفين وين نروحوا واش نديروا. دونك اليوم راني في الجزائر وراني مسافره من مطار هواري بومدين، دونك راح نديكم معايا ان شاء الله وراح نوريكم كل الخطوات اللي ديروها باش تسافروا ملي تدخل المطار حتى اللي تركب في الطياره، باش هكا تعم الفائده للجميع والناس تعرف اكزاكتومون واش راح دير. صباح الخير، كما راكم تشوفوا راني في مطار هواري بومدين، راني طالعه لايغوبور بيان سور، راني طالعه لاسونسور هنايا اللي يحب يروح للديبار لازم تطلع لاسونسور، سورتو كي يكون عندك الباجاج ما تقدرش تفدو وحدك، اللي عنده بزاف الباجاج يقدر يجيب شاريو من برا. بونسي نطلع ندرج منا باسكو كنت سنا في لاسونسور سنا بزاف، دونك اللي سنا لاسونسور يسنا بزاف، اللي عندك بزاف الباجاج لازم تطلع في لاسونسور، بصح انا عندي غير فاليز نطلع منا بدرج باش ما نضليش نستنى. لا دروج الكتريك سي ميو. بون اذا جيت لايغوبور لاول مره نورمال تبع غير الساينز اللافتات فما يقولوا لك وين تروح اكزاكتومون. بون ماشي كاع في مطارات العالم، لكن هنا في الدخله تاع المطار غير باش تدخل لازم كاع تفوت على لا سيكوريتي، لازم تفوت كاع حوايجك صوالحك انت تفوت على سكانر، دونك هادي ما كاش كاع في لايغوبور تاع الاخر، حتى هنا في الجزائر كاين ميم دخله تاع المطار تجوز على لا سيكوريتي. بون دوكا وصلت للمطار وفت من لا سيكوريتي بيان سور ممنوع التصوير دونك ما صورتش. اول خطوه ديرها هي تشوف في الشاشه، اول حاجه تتحوس على الخطط الجويه اللي راك راكب معاها على الرحله تاعك، يخبروك لو نيميرو دو كونطوار ولا رقم الديسك اللي لازم تدفع الباجاج فيه. دونك انا الديسك تاعي من 91 حتى 93، دونك راني رايحه تما ندفع لا فاليز. دونك اول خطوه هي كي تجي للمطار تدفع الباجاج تاعك. كيما راكم تشوفوا تبعوا وين ما مكتوب تسجيلات باش تعرف لو نيميرو دو كونطوار اللي راح تدفع فيه الباجاج تاعك، لانه كل رحله عندها لو تشيكين ديسك تاعها. كي تدفعوا الباجاج تاعكم في لونغيجيسترمون تماك يعطوكم لا كارت دومباركمون اللي راح يكون مكتوب فيها رقم الجيت ورقم المقعد تاعك في الطياره. Heureusement, ma dépassé chez le voisin de Masmour, ma route de Jawi à l'Iran ira Hamaha, le had de Tahat la Tahashirin Kilo. لكن اللي راح مع إيغ ألجيري، إيغ ألجيري تسمح حتى 32 كيلو. مو راني دفعت الباجاج في لي كيشي هادوك فوالا، إي دوكا راني نحس روحي خفيفة الحمد لله، عندي غير ساك تاعي واللابتوب. بون دوكا شغل راح نشري عفسة هنايا، دونك اللي حاب يشري كاش كاطو ولا تمر ولا إلا قدر يشريه من برا أوكي، بصح لا مقدرش ننصحكم تشروه من المطار قبل ما تدخلوا لداخل، قبل ما تدخلوا لداخل باسكو فما لي بخي تخيبل ماشي غير الدوبل. بون دونك بعد ما تدفع لي باجاج تاعك اول حاجه تجوز على مراقبه جواز السفر، زعما باش يتشاكي لك كاع كواطك راهم غيقلو ويخليك تفوت، ومن بعد تفوت لا سيكوريتي بيان سور ممنوع التصوير دونك ماقدرش سي انتردي باش نصور تماك، من نجوز على مراقبه جواز السفر ونجوز على لا سيكوريتي نخبركم اكزاكتومون واش راح ديروا من بعد. في لايغوبور كاين ميم دي بريز وين تقدر تشارجي التليفون تاعك ولا اللابتوب او اي جهاز الكتروني تستعمله، وكاين قاعة مخصصة للمصلين وحدة للنساء وحدة للرجال. من تدخل مراقبة جوازات السفر من هذه النقطة فقط المسافر اللي حق له يدخل، يعني إذا كانوا معك لافام يوصلوك للمطار من هذه النقطة ما يقدروش يدخلوا معك. خلاص جست من مراقبة جواز السفر وجست على لا سيكوريتي، فريمون الغاشي بزاف لايغوبور، دونك كافيرونس تجو ثلاث سوايع قبل الفول تاعكم، سينو والله قادرين تكونوا روتار ولا كش ما يصرالكم باسكو الغاشي قبل ما تدخل لا سال داتون تفوت على واحد العفسة ديكلاري، زعما لو كانت عندك اون كرون سوم ولا عندك كاش عفسة ديكلاريها عند لا بوليس. فوالا هذا مكان ما كاش عندك زعما غير حاجة قليلة ما عندك ما ديكلاري، المهم تقول لهم فوالا تقول لهم واش عندك. واول حاجه ديروها كي تجوا لا سال داتونت باش تعرفوا اكزاكتومون وين البوابه تاعكم، تجوا تقراو اكزاكتومون تشوفوا ليكرون باش تعرفوا البوابه تاعكم وين راهي. فوالا هايلك
كما راكم تشوفوا بوابات الركوب بالارقام راهم كاينين في لي بانو، فقط اتبع واش مكتوب في البلايك وتروح رقم البوابه تاعك. دونك انا رقم البوابه تاعي 18. دوكا راني في كافيتيريا باسكو الفون تاعي مازال ساعة ونص، دونك جاي ديجيتي نجي هنايا وناكل حاجة. بون هنا لي بخي غاليين بزاف، دونك لي زان شغل جايب بيجي صغير ما تاكلش هنا في الايروبور، جيب معاك من الدار. سينو لا تقدر تاع ديك لا غالي تاكل في الايروبور، لي بخي غاليين كيما كنت تشوف. هذا لي دوموندي تو جاتني واحد 130,000، كنت تاكل هادي برا ما تجيكش ميم با 50,000، تجيك واحد الحاجة واحد 50,000. سي نورمال الايروبور هنا لي بخي نار. في الطيارة مع الخطوط الجوية اللي راني رايحة معاها تخلص على الماكلة، دونك ماشي باطل، دونك جو بخيفار ناكل هنا في لايروبور. دونك اللي يجي هنايا لايروبور يقدر هنا يسقى هو ولا يشرب ما ولا جو ولا كشاف سا. اي فوالا، هادي هي المرحلة الأخيرة قبل ما تقلعو، تقوم في لاصال داتونت هنايا تقدر تسقى هو، ومن بعد كتروح نيميرو تاع الكيت تاعك رقم البوابة اللي تسنى باش تركب. كي تجي الطيارة ويبداو يدخلوا الناس نورمال تدخل، وهاديك هي هادي هي المرحلة الأخيرة. كان البوابة تاعي رقم 18، دونك راح نديكم معايا. اونفان لحقت الجيت تاعي رقم 18. هاوليكم مرة السعادة. هاوليك ماما السعادة. دونك راني راحة في الطيارة، هذه هي آخر مرحلة، ومن بعد كي نوصل إن شاء الله نوريكم إكزاكتومون شنو حديرو. الخطوط اللي رحت معاها سلكتنا غير باكي شيبس، مالغري لي بخي تاع لي بيي كانوا بزاف غاليين، مي هذا واش خسرت علينا. كيما دوكا راني وصلت لديستيناسيون تاعي، كنت وصلت لديستيناسيون تاعكم نورمال، تبعو الناس تبعو الغاشي. وين كونترول، وين ما يكونترول الباسبور تاعكم كي تدخلو لأي بلاد باش يشوفو لي باسبور تاعكم ويختمو لكم ختم الدخول في الجواز تاعكم في البلاد اللي وصلتولها. بغيت تخرجو من مراقبة جواز السفر روحو شوفو ليكرون وشوفو الباجاج تاعكم وين اكزاكت. دونك الطيارة تاع الجزائر نيميرو 5، دوكا راني رايحة نيميرو 5 باش نريكيبيري الباجاج تاعي. بعد ما تريكوبيرو الباجاج تاعكم تبعو وين مكتوب اكزيت وتخرجوا من الايروبور.